30 باللاتين العبر الاسرائيلي. وكنت انا فاوندر بتاع السودانيز اسرائيليان فرنشيب اسوسيشن. والاسوسيشن دي اتولدت لانه بنفتكر في تطبيع شعبي حصل من قطاع من شعبنا. في ناس عاديين كودي وتيريا والسنوزي وعثمان وادروب عبروا السلك ده، لا سالوا المثقفين ولا الحركات ولا الاحزاب. كسروا الحاجز النفسي مع اسرائيل ده. فانا اعتبرت روحي انه الصفوه او ايا كان اللي بيسموا روحهم اكتيفيست، they have to sit down and figure out what's happening. لانه ده تكسير استيريوتايب كبير كان بين السودان واسرائيل. احنا نعرف اهلنا الغبش دي الكسر الحاجز النفسي ده في جواهم وخلاهم يعبروا بالشجاعه دي لاسرائيل. فعملت الجمعيه دي. Anyhow مع الجمعيه دي بدي اشوف مآسيهم، لان هم ما نالوا حقوق كثيره في اسرائيل. هم في اكتيفيست اسرائيليين وقفوا ودافعوا عنهم لانهم كانوا لما بيدخلوا دخلوا السجون. ففي اطار دراستي والتعامل مع الفئه دي انا اطلعت على الماساه بتاعت كارثه البشر. والشباب ده بيحكوا لي عن انه الناس بتموت في طريق سيناء ده، كيف هم يسموه طريق الموت. السؤال انه في عمدرمان جمسوا بنادم من في سوقي قال لك في حفله وعاد يقول اسرائيل نمبر 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 اسرائيل نمبر نمبر. فانا بتكلم بينهم على الحكومه دي انا قلت لك سامع الكلام. طيب تخيل الحكومه دي بتصدي في اولادنا البنشو اللي هو ايه؟ البنشو ناس الحاج ويجي الاريتري التعبان مسكين يشبه في السودان ويعلق عشان يلم كم؟ 3000 دولار. يقول له بنوصل لاسرائيل ب 3000 دولار. دي بتكون بدايه الماساه. الناس دي في سيناء بيستفردوا بهم، بيقول بيعملوا لهم بلاك ميل، بيدقوهم بيقول لهم تطلبوا اهلكم، افتكروا اي دول فيهم عنده دول برا. اطلبوا ناسكم في استراليا في كندا في بتاع، تقول لهم حس تدفعوا 10000 دولار يا حد بطيعكم ونبيعكم. وماتوا ماتوا الاف الاريتريين والدارفوريين والنوبه. ماتوا. احنا بعنا قطع غيار في سيناء. السفاره عارفه زي ما قال جمال وزاره الداخليه المصريه عارفه الراجل اللي اسمه فهمي العدلي ده ولا شو كان؟ حبيب العدلي. حبيب العدلي ده متورط فيها تمام. وزير التعليم مرة حبيب عشان كده في الناس بعدين لاحظوا يا جماعه العمليه دي عمليه حساسه جدا. To sell people organs is a very developed process. داخلين فيها دكاتره أنا قضي من لحظة استيصال الكلى من البني آدم لحد زراعتها للمتلقي ما أكثر من 72 ساعة. فقدرت تتخيل كمية الطيارات والدكاترة وسرعة إيقاع الحاجة دي، الحاجة دي كان فيها انفولف خرافي جدا. وتخيلوا إنه إحنا تبعنا. تبعنا الحكومة الأريترية عارفة الكلام ده وساكتة. والحكومة السودانية عارفة الكلام ده عارفين يقولوا لهم بيموتوا برا وبنوبة خلونا نخلص منهم. إحنا تبعنا. فيا جماعة جزء من using the social media أول شيء to stop our people we have to educate our people. طيب الكلام يا جماعة ما كله الحلو عمل والناوي عمل no. نحن وايل الحلو يعمل ومن ناوي يعمل إحنا بنتباع وبنتقطع. إحنا بنتقطع to protect إنسان الهامش ما من آلة القصف تحت الخرطوم بس. إنسان الهامش بيجي بيموت everywhere. إحنا بنموت في سيناء بنموت في ليبيا. جا السودانيين بكل سذاجة بعد كل المذابح اللي ارتكبت في ليبيا يقول لك ليبيا فتحت. ليبيا فتحت يا دول. طيب نفس العصابات بتاعت سيناء لما الضغط السياسي حصل نفس العصابات دي انتقلت للسلوم ونحن قاعد نتباع حاليا في السلوم تبع غيار. الكلام ده لازم تعرفه. وباقي الناس زي ما قال جمال بيموتوا بالمراكب. اللي بيجي قال لك بيجيبوا بوت تعبانه جدا بيخشوا واحد من اللاجئين ده بيقول احنا بندربك. انت قال الموضوع ده سهل جدا. اها ويقول لهم تليفون سوريا، تليفون سوريا ما بيحتاج سيجنال يا دول، بيكلمك في البحر الابيض ده كله بطاريه وتركب البوت. وكل الناس دي ويكونوا اوريدي حاسبهم 3000 3000 3000 دولار وتكون 10000. يشقى ويعرق السوداني والاريتري في ليبيا لما زيت يطلع عشان يلم القروش ويموت. الناس دي اللي بيثقفوا منو يا جماعه؟ سالتهم سؤال بس تفتكروا بيثقفوا منو؟ حزب الامه حيصدر بيان؟ الحزب الشيوعي حيصدر بيان؟ منو حيصدر بيان يا جماعه؟
And our all people are busy. لأنه صحيح المعركة صعبة. المعركة صعبة على الليدر ده. يعني إحنا ما نلوم الحين لو ما أصدرنا يعني. وما بنلوم عبد الواحد لو ما أصدرنا يعني. لكن إحنا الأكتيفيست إحنا أولادهم وبناتهم البرة. إحنا we have to be involved to protect this people. Nobody, only we. We are the one who have to do this job. And I know also we are so busy. لكن we have to find a way. We have to find a way. خلونا نكتب يا جماعة. في فيديوهات بسيطة. اللي سجلوها طيب هذا ما تسجل بلغته يقول لي اهله ما تمشوا لا ليبيا ولا مصر تقول ماشي اسرائيل نجيب هاشم نوريت يسجل فيديو نجيب جمال يسجل فيديو وي هاف تو ادوكيت اور بيبل يا جماعه بكل اللغه لا بيمشوا لا بيسمعوا انا معك انا يا جماعه بحكي لا اديكم مثال بعرف زور في كندا زور سياسي والله كبير من اولاد الهامش اخوه ما في البوت بتاع ليبيا قدر ما كان بيكلمه ما كان مفكر كان مفتكر ده مستهبل وقال يقول لي حتى اصبر انا كان دول سبونسر لكن في اجراءات في كندا صح ولا انا لازم يكون اسمي ما له انكم ما كده حتى اقدر اجيبك ما سمعوا لك من المركب ومعك فصحيح لكن وي هاف تو كيب ادوكيتد وي هاف نو اوبشنز على الاقل ضميرنا بيكون شنو؟ مرتاح فالملف ده دعم للمجال جمال وقال لنا